أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تحية عطرة للحضور الكريم في إطار احتفال الشعب المغربي بتخليد 41 لانطلاق المسيرة الخضراء المضفرة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وبما شاركوا في هذا النشاط اللي هو عبارة عن إحياء للمسيرة الخضراء، واللي عرفنا على مجموعة من القيم وكل ما قاموا به الرجال السابقين من أجل أن نعيش نحن في فرحة ونشاط وأن نعيش في ارتياح. وشكرا. اليوم قدمنا واحد النشاط من طرف تلاميذ القسم تحت إشراف الأستاذة نجاة لواح. قدمنا فيه مجموعة من العروض اللي استفاد منها جميع التلاميذ والمؤطرين. باسم الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، يسعدني أن أرحب بكم بعدا كممثلين للموقع أشواقع اللي كانت منه لي كامل التوفيق. بخصوص النشاط اللي حضرتوا ليه اليوم، كاين دارج في احتفال ديال المؤسسة بالأعياد الوطنية وبالذكرى ديال الذكرى 41 لتخليد المسيرة الخضراء المضفرة، وبذكرى عيد الاستقلال ديال 18 نوفمبر. الفقرات ديال النشاط اللي حضرتوا ليه كان تهيئ مسبق من طرف الأستاذة مع فريق العمل ديالها ولمدة تزيد تقريبا عن الأسبوعين، والحمد لله كما شفتوا كانت فقرات متنوعة، كان فيها ما يصب في اتجاه تاريخي، يعني تذكير الناشئة بأهم المراحل في تاريخ المغرب واللي تمثلت انطلاقا من تقديم
وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى غاية إعلان الرسمي على الاستقلال الوطني. بخصوص كذلك النشاط، هذا نشاط موازي، يعني موازي للحصص الدراسية اللي كتنص عليه الرؤية الاستراتيجية ديال الإصلاح 2015-2030 لتدعيم التنويع العرض المدرسي للتلاميذ. وكنتمنى ان شاء الله الفقرات في المناسبات الجايه بانكم تكونوا حاضرين معنا كذلك، خاصه لان من بعد تقريبا واحد الاسبوع غيكون عندنا النشاط ديال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما في بدايه يناير ان شاء الله، في الاواسط ديال يناير بلوتو، غيكون عندنا الاحتفال بذكرى تقديم وثيقه الاستقلال. ومره اخرى شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء وعيد استقلال المجيد، نظمت ثانوية عمر بن عبد العزيز نشاطا تربويا هادفا لترسيخ معاني حب الوطن في نفوس التلاميذ الأعزاء، ولكي يدرك التلاميذ ما ضحى به الجيل السابق من أرواح وأموال في سبيل خدمة هذا الوطن وفي سبيل تحريره والدفاع عن كل ركن من أركان هذا البلد العزيز. وأيضا رغبة منا في تحسيس التلاميذ بواجبهم اتجاه هذا الوطن العزيز وترسيخ قيم الانتماء إليه والافتخار بأمجاده وبطولاته. طبعا هذا النشاط شارك فيه مجموعة من التلاميذ من مختلف المستويات، واكتشفنا في الحقيقة طاقات واكتشفنا مواهب عند مجموعة من التلاميذ، سواء في المسرح أو في السكتش أو في التسيير والتقديم والتنظيم. وطبعا أتقدم لهم بالشكر الجزيل على ما بذلوه من مجهود لكي يخرج هذا الحفل في أحسن حلة ويقدم بين أيدي التلاميذ. ونتمنى أن يكون جميع التلاميذ قد استفادوا من الفقرات المتنوعة التي تخللها هذا الحفل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. وأتقدم بالشكر للسيد المدير على مجهوداته في دعم هذا النشاط، والسيد الناظر، وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل العظيم. ونسأل الله تعالى أن نلتقي في مناسبة وطنية أخرى تؤكد التحام العرش بالشعب، وشكرا جزيلا.